ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد يحيى الأنصاري مدير عام الاستكشاف والإنتاج لشركة تطوير للبترول. بعد التحية سيد يحيى، هل توضح لنا الهدف من هذه الزيارة؟ في البداية أود أن أشكر تلفزيون البحرين لإتاحة هذه الفرصة. طبعا هذه الزيارة، أهلا أختي، في البداية أود أن أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. نعم. تأتي هذه الزيارة طبعا ضمن سلسلة من الزيارات والاتصالات مع قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن بدأناها العام الماضي بزيارة من وفد وزارة النفط هنا من البحرين إلى وزارة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه الزيارة طبعا توجيه من القيادة الرشيدة وأيضا لجنة الثروات الطبيعية برئاسة سيدي صاحب السمو ولي العهد. نعم. وكرد على هذه الزيارة طبعا، كانت الزيارة اللي حدثت مؤخرا من قبل وفد رفيع المستوى في وزارة النفط الأمريكية، وكان الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو الاطلاع على قطاع النفط والغاز في البحرين والتعرف على المنشآت والبنية التحتية ومدى جهوزية البنية التحتية هنا لتطوير الحقل المكتشف مؤخرا اللي هو حقل خليج البحرين. نعم، وما مدى الاستفادة من التعاون مع الشركات النفطية الأمريكية في المشاريع البحرينية؟ طبعا الهدف او الاستفادة العظمى تأتي من ان الشركات الأمريكية هي السباقة او الاولى اللي اشتغلت في هذا المجال اللي هي تطوير الحقول اللي طبيعته هو النفط الصخري وفيها التقنية خاصة، وهذه التقنية هي بالدرجة الاولى تقنية أمريكية، يعني تم ابتكارها من قبل شركات أمريكية، فلهم باع طويل وخبرة طويلة في إنتاج الحقل الحقول اللي هي فيها نفط صخري. فالاستفادة منهم طبعا تكون عظيمة، نقل خبراتهم والتقنية هذه بيساعدنا إن شاء الله على تطوير حقل خليج البحرين المكتشف مؤخرا. نعم سيد يحيى، يعني هل ثم التوصيات خرجت بها هذه الزيارة؟ طبعا توصيات عديدة، يمكن من أهمها هي ان يعني امكانيه او تقييم امكانيه الاستفاده او تحفيز الشركات الامريكيه المتخصصه في النفط الصخري، تحفيزهم على الاستثمار في حقل خليج البحرين، ويمكن حتى الى جانب هذا الاستثمار انه يكون بدعم من الحكومه الامريكيه. هذه واحده من التوصيات. طبعا في زياره بيتم ترتيبها ان شاء الله قريبا من قبل وزاره النفط الامريكيه، تتضمن ناس متخصصين في إنتاج النفط الصخري، خصوصا أن هذه تقنية التكسير الهيدروليكي هي تقنية أمريكية بحتة، فنقل هذه التقنية ونقل الخبرة بيساعد إن شاء الله في التسريع من إنتاج حقل خليج البحرين. نعم السيد يحيى الأنصاري مدير عام الاستكشاف والإنتاج في شركة تطوير للبترول، شكرا جزيلا لك.